اليوم انه افتقد مجموعه ممن ساهموا في صنع تاريخه. وهذه الساعه اللي غادي يدوز هي اكفس ساعه بحياته. يبحثون من خلالها عن هدف التعادل. كرة السد، جول! هدف التعادل! سيناريو جديد متجدد ينضاف للدرب العاشر بعد المئة من أقدام لاعبي الرجاء. تتعادل الكفة بهدف التعادل. حسن الطير عمل في الذهاب وعاد وكرر في إياب البطولة. سدد الكرة من كرة ثابتة بشكل راقي جدا، وتعود الأمور لنصاب هدف لهدف، هدف لهدف على بعد 12 دقيقة من نهاية المباراة. هنا الإعادة، حسن الطير سدد الكرة مباشرة في مرمى الحارس نادي المعري بشكل ممتاز جدا. 1-1، مباراة درامية، دراما في المدرجات، وهدف هذا الموعد يخلصون جميعا من ضغط مباراة رهيبة وصلت لحاجز هدف لهدف.